طيب، زي ما اتكلمنا قبل كده وعرفنا ان الكولينرجيك ريسبتورز نوعين، نيكوتينيك وماسكارينيك. اتكلمنا المره اللي فاتت عن النيكوتينيك وعرفنا ان هما ان ان وان ام، وعرفنا كل واحد فيهم موجود فين وايه الاكشن بتاعته. المره دي هنتكلم عن الماسكارينيك ريسبتورز. والماسكارينيك ريسبتورز دي كانت نوعها النوع التاني في الريسبتور فاميليز، اللي هو كان جي بروتين كابلد ريسبتورز. طيب، الماسكارينيك ريسبتورز اللي عندنا هم ثلاثة، M1 وM2 وM3. هو في M4 وM5 لكن هم مفيش قوي كلام عليهم، بل اللي يهمنا ان احنا نعرف M1 وM2 وM3. طيب، ال M1 نوعها جي كيو. لو فاكرين ان الجي بروتين كابلد ريسبتورز كانت بتختلف على حسب السب يونت اللي هي الالفا، فكان في جي اس وجي اي وجي كيو. ال M1 وال M3 جي كيو، ال M2 جي اي، ال M2 جي اي يعني انهبيتوري. ال M2 زائد ان هي جي اي، هي تعتبر الجي بروتين كابلد بتاعها اللي بيأثر على بروتين. احنا قلنا ان الالفا دي لما تتفصل عن الجي بروتين بتروح بتأثر او بتأفكت على بروتين. البروتين ده ممكن يبقى انزيم زي الادينايليت سايكليز والجوانايليت سايكليز والفوسفولايبيز سي، يا اما يأثر على تشانل، يكون البروتين ده تشانل. رجعوا تاني للليكتشر بتاعت انواع الريسبتور. طيب، ال M2 برضو يعتبر لينكد لبوتاسيوم تشانل، لبوتاسيوم تشانل. والبوتاسيوم زي ما احنا عارفين انه موجود جوه السيل اكتر ما هو بره السيل، فلما تتفتح البوتاسيوم شانل يخرج البوتاسيوم من جوه لبره، يعني يحصل بوتاسيوم افلكس لما ال M2 ده يشتغل. طب تعالوا نشوف كل ريسبتور في دول موجود فين وايه الاكشنز بتاعته. ال M1 موجود في مكان واحد اللي هو البرايتال سيلز بتاعت الاستومك، ولما يشتغل M1 يطلع HCl، يعني يزود ال HCl secretion. طب هو ازاي بيزود ال HCl secretion؟ هو لينكد لايه؟ لجي بروتين كيو. الجي كيو ده لما كان يشتغل كان ياكتيفيت انزيم اسمه فوسفو لايبيز سي، اللي هو بيكسر الفوسفوليبيد اللي هو اسمه فوسفاتيدايل انيزيتول داي فوسفيت اللي هو بي اي بي 2، ويطلع منه حاجتين، يطلع داي اسايل جليسرول او اللي هو الداج، ويطلع كمان انيزيتول تراي فوسفيت اللي هو الاي بي 3. والاي بي 3 ده لما يزيد يزود جوه السيل ايه؟ كالسيوم. والكالسيوم ده في اي سيل سكريتوري يزود السكريشن بتاعها، فيزود السكريشن بتاع الاتش سي ال في البرايتل سيلز. طيب، ده كده الام 1. الام 2، الام 2 ده بنقول عليه الكاردياك ماسكارينيك لان هو موجود على الهارت، ولما يشتغل الام 2 على الهارت يقلل هارت ريت، وده اللي احنا بنسميه نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، ويقلل الكونتراكتيليتي، وده اللي احنا بنقول عليه نيجاتيف اينوتروبيك افكت، ويقلل الاي في كوندكشن اللي ما بين الاتريا والفنتريكل كوندكشن، بيقلله اللي هو اساسا فيسيولوجيكالي بطيء شويه، هو يبطئه اكتر لما يشتغل الام 2 ده، فده اسمه نيجاتيف بروموتروبيك افكت. والحاجات دي احنا قلناها قبل كده. طيب، ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل لان الجي اي دي اللي هي انهبيتوري، فدي كانت بتعمل ايه في الادينايليت سايكليز؟ بتقلل شغل ادينايليت سايكليز، فبالتالي تقلل السايكليك اي ام بي جوه السيل، والسايكليك اي ام بي جوه السيل لما يقل يقلل الكالسيوم، والكالسيوم ده في الهارت بيزود كل الهارت بروبرتيز. لما الكالسيوم يزيد هو اللي يزود هارت ريت وكونتراكتيليتي وايبي كونتراكشن، لما الكالسيوم يزيد جوه السيلز بتاعه الايه؟ الكاردياك ماسل. بالتالي لما يقل يحصل العكس، نيجاتيف ثلاثة، نيجاتيف نيجاتيف كرونو، نيجاتيف اينو، نيجاتيف دروموتروبيك. تمام. طب ما ننساش ان الام 2 ده احنا قلنا المره اللي فاتت ان هو موجود ايه؟ بري سينابتك، ان هو موجود برضو بري سينابتك. ومعنى ان هو موجود بري سينابتك انه ده هو الفرامل بتاعه الاستايل كولين، فدي هي اللي بتقلل الاستايل كولين ريليز. طيب،
عايزين ما ننساش الحتة دي بتاعة الـ M2، إن هو بيزود البوتاسيوم إفلوكس، لأن هو جزء من البوتاسيوم تشانل. فالـ M2 لما يشتغل يفتح بوتاسيوم فيخرج بوتاسيوم كتير. طب هو البوتاسيوم إفلوكس لما يخرج يزود البوزيتيف اللي بره، يزود الايه البوزيتيف اللي بره. وانا عندي لما انا ازود البوزيتيف اللي بره اللي هو اساسا اوريدي زايد، يعني انا عندي السيل بطبيعتها اتريست نيجاتيف جوه اكتر، يعني بوزيتيف كتير بره. فلما ازود البوزيتيف كتير بره بزود حاله البولاريزيشن، فبعمل هايبر بولاريزيشن. واحنا قلنا ان الهايبر بولاريزيشن بيخليني ابعد عن الثريشولد اللي هو بيدخلني في الاكشن بوتنشال، فبالتالي تبقى السيل more inhibited، وهو ده اللي بيهدي القلب، وده اللي يهدي الريليز بتاع الاستايلكولين. خلاص، يبقى ده كده شغل الـ M2 بالجي اي تقلل سايكليك ام بي فتقلل الكالسيوم، وبالبوتاسيوم افلكس يعمل هايبر بولاريزيشن، يعني يخليني ابعد عن الثريشولد. طيب الـ M3 بقى هي دي اللي عليها الكلام الكتير. M3 موجوده في مكانين، سموث ماسلز، وموجوده على الاكسوكراين جلاندز اللي هي الجلاندز اللي بتطلع الكونتنتس بتاعها ثرو داكتس تطلع على البودي سيرفيس. طيب على سموث ماسلز، ايه اماكن فيها سموث ماسلز؟ اولا هو هيعمل كونتراكشن على السموث ماسلز، يبقى شغل الام 3 لما يشتغل يحصل كونتراكشن في السموث ماسل. فبالتالي لما انا اتكلم على الاي يحصل كونتراكشن للكونستريكتور بيبلي ماسل، ولما دي الكونستريكتور اللي هي حوالين البيوبل دي اللي هي كونسنتريك حوالين البيوبل دي تكونتراكت، يعني تقصر، يحصل ايه في حدقة العين؟ تضيق، يعني يحصل مايوزس. طيب وبيعمل كمان كونتراكشن حاجة اسمها السيلينا ماسل، ودي هنشرحها شوية كده عشان دي فيها كلام كتير. يبقى الام 3 يعمل كونتراكشن كل السموث ماسل لما يشتغل، فيحصل الكونستريكتور بيبل ماسل يحصل فيه كونتراكشن يحصل مايوزس، والسيلير ماسل يحصل فيه كونتراكشن، ونعرف بعدين ايه اللي بيحصل. طيب على البرونكاي يحصل برونكو كونستريكشن. طيب على الجي اي تي واليورينري بلادر يحصل كونتراكشن للوول، فيتفضل الكونتنتس بتاعت الجي اي تي ويتفضل الكونتنتس بتاعت الايه اليورينري بلادر. طيب على في مين اماكن تانية فيها سموث ماسلز؟ في الايه في البلود فيسلز. والام 3 لما يشتغل على البلود فيسلز يحصل فازو دايلاتيشن، ودي غريبه وهنحط حواليها دايره عشان دي لازم هنشرحها شويه كده ونعرف ليه بيحصل هنا فازو دايلاتيشن مش فازو كونستريكشن زي ما حصل كونتراكشن في كل السموث ماسلز اللي قبلها. طب الام 3 لما يشتغل يعمل ايه في الاكسوكراين جلاندز؟ يزود السكريشن بتاعها. فبالتالي هنلاقي ان لو دي لاكريمال يحصل لاكريميشن، ويحصل كمان من السليفري جلاند سلايفيشن، ويحصل من السويت جلاند يحصل زياده في السويتنج. وما ننساش ان السلايفيشن ده بيطلع ثيك فيسيت سكريشن، ثيك فيسيت سكريشن. تمام، لما الام 3 بيشتغل. طيب يبقى احنا كده عرفنا كل الماسكارينك M1 M2 M3 ولما بيشتغلوا بيحصل ايه منهم.